أطلقت مبادرة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. الحقيقة أنها مبادرة مهمة جدا، بتأكد على وجود حدائق أشجار كبيرة جدا في عواصم المحافظات وفي المدن الكبرى، إعادة زراعة جوانب المحاور الرئيسية والشوارع المستحدثة. الحقيقة أن المبادرة الرئاسية دي تم إطلاقها والحكومة أعلنت عنها والوزارات المعنية أكدت عليها وابتدت في التعامل معها. إنما كمان هذه المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة قدمت باب التواصل والتعاون مع كل مجتمعات، كل منظمات المجتمع المدني، لأنه الخطة طموحة جدا، هي مش بس 100 مليون شجرة والسلام، إنما الحكومة قالت تقريبا 10,000 موقع على مستوى الجمهورية بتوصل مساحتها الإجمالية لحوالي 6,600 فدان تصلح لتكون غابات شجرية أو حدائق. رقم طموح وكبير ومش أقل من كده يليق بمصر، مصر الزراعة والخضرة والدلتا. المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة زي ما قلنا مش بس بتتعاون مع أدواتها الحكومية من المحافظات والوزارات، إنما كمان فتحت المجال والمظلة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الفردية والجماعية، الكل في حالة تكاتف لتحقيق زراعة 100 مليون شجرة في مصر. من هذه المبادرات الفردية والمجتمعية اللي احنا كمان بنأيدها، احنا مش بس بندعم وبنساند المبادرة الرئاسية، انما كمان بندعم ونساند المبادرات الفردية، لانه كمان محتاجة تسليط ضوء وإضافة وعي واهتمام بها. عندنا مبادرة شجرها اللي أسسها مهندس بترول مش مهندس زراعي. مبادرة شجرها بتعنى بفكرة التشجير بشكل عام، إنما مؤخرا قالت أنا ههتم بتشجير الأشجار المثمرة. أنا في نيتي زراعة، بخلاف المشاريع اللي عملتها قبل كده، 27,000 شجرة مثمرة في الشوارع، في المدارس، على أسطح البيوت. خلينا نقرب أكتر من مبادرة شجرها. مهندس مصري ومؤسس مبادرة شجرها. مبادرة شجرها أنا أسستها في 17 أبريل 2016. هي الفكرة جات لي في يوم 14 أبريل تحديدا 2016، لما لقيت ناس بتاكل من شجرة مثمرة مزروعة قدام بيتي في مدينة العبور، وكانت شجرة توت. فالموضوع عجبني جدا، قلت ليه أنا مزرعش أنا كمان أشجار مثمرة في الشارع اللي أنا ساكن فيه، بحيث أنها تبقى صدقة جارية وأي حد ماشي في الشارع يستفيد من ثمار الأشجار دي. الحمد لله اكتر من 80,000 شجره مثمره اتزرعوا، مشوار طويل جدا يعني، كان في 3 سنين ونص، اكتر من 200,000 متابع، بيتابعنا ملايين بقى على السوشيال ميديا، على التلفزيون، على في الجرايد. الحمد لله عملنا اكتر من 250 ايفنت في خلال الثلاث سنين دول، 60 مدرسه شاركت، حكومي وخاص، وجامعات بتشارك معانا. التكاليف بتبقى على المتطوعين، المتطوعين بيبقوا مؤمنين جدا بالموضوع، هم اللي بيتكلفوا بموضوع زراعة الشجر ده. فالحمد لله هو موضوع عمل تطوعي من الألف للياء، يعني سواء أفراد سواء شركات سواء مدارس جامعات، كله الحمد لله بيشارك، كمان ذوي احتياجات خاصة بيشاركوا. نفسي الاقي مصر كلها، يعني بالنسبه لي انا كمبادره شجرها، انها تبقى مزروعه شجر مثمر بالكامل. نفسي اسطح العمارات تبقى مزروعه بخضروات ونباتات طبيعيه وعطريه. مهندس البترول عمر الدين صاحب مبادره شجر، اهلا وسهلا. اهلا باشمهندس، اهلا بحضرتك. مهندس عمر الدين صاحب مبادرة شجرها، اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده. كلنا مبسوطين بمبادرتك، بالمبادره الرئاسيه لزراعه 100 مليون شجره، اللي مبادرتكم موجوده تحت مظله المبادره الام للاشجار المثمره، وتحديدا انه في سنوات ماضيه كان القطاع الرسمي او الحكومي ما بيحبش قوي الاشجار المثمره تبقى موجوده لاسباب، يعني في وقتها تبدو وجيهه.
بصي، هو المبادرة الحمد لله من 2016 زي ما التقرير قال، كان فعلا في الاول تخوف، وكان في ناس بتقول في قانون بيقول ان ممنوع زراعة الاشجار المثمرة، وده يعني ما كانش موجود تقريبا، لان انا قعدت اسعى واشوف ايه القانون اللي بيقول كده، ما كانش ده موجود. كان في تخوف بيقول الجهاز المركزي المحاسبات هيشوف الناس اللي بتزرع اشجار مثمرة ويقول ان هو بيتكسبوا من الثمار دي، فكانت قصه كده غريبه شويه. انا كلها اقاويل، كلها اقاويل، مفيش حاجه منها حقيقيه، وفي بعض الناس اعتقد حصل معاهم كده، بس انا ما شفتش بنفسي مشاكل حصلت من الموضوع ده. كان دايما في سؤال، يعني مش عايز اقول بيروقراطي، انما هو سؤال له علاقه بالاوراق الرسميه، الثمار دي بقى هتبقى من حق مين؟ يعني مين اللي له الحق ان هو يا اما يستثمرها او يبيعها او ياكلها؟ هل الحكومه؟ هل اصحاب البيت؟ هل اللي ماشيين في الشارع؟ كان سؤال كده ملوش اجابه، فقال لك بلاش شجر مثمر من اساسه. صح، ده للاسف كان بيحصل. فالحمد لله احنا غيرنا الثقافه دي يعني جذريا، يعني خلال الست سنين اللي احنا عملنا فيهم المبادره من 2016 لغايه دلوقتي، لعبنا على حته الثقافه. احنا بننشر ثقافه زراعه الاشجار المثمره في الشوارع وفي المدارس وفي الاماكن العامه بدل اشجار الزينه. ويمكن واجهتنا في البدايه شويه عقبات، يعني رحت في الاول جهاز مثلا مدينه العبور واتكلمت معاهم ان احنا عايزين نزرع كشباب اشجار مثمره في المدينه او في الحي، بعد الفكره لما جات لي ان انا ازرع اشجار مثمره، فحبيت ان انا اجيبها بشكل رسمي وان الدوله تبقى معانا في الموضوع ده. لكن برضو كان في تخوف بتاع الاشجار المثمره، وهل مثلا ممكن تتروي بميه صرف، ممكن تبقى في اماكن فيها مواسير او خطوط كهرباء فيبقى فيها مشاكل، او الاهالي اصلا نفسها تعمل مشاكل. هو فعلا هو في احنا قايلين ان ما ينفعش باي حال من الاحوال ان احنا نزرع اشجار مثمره بميه صرف معالج، صح، لان ده طبعا ضد صحه البني ادمين. انما احنا بنشوف الاماكن او احنا بنختار الاماكن اللي يبقى فيها مصدر ميه حلو صالح للري، بنشوف اماكن يبقى فيها رعايه، ودي اهم حاجه عشان يحصل استدامه للاشجار دي وللثمار اللي هتبقى موجوده بعد كده. فالحمد لله يعني احنا غيرنا بقى.